السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ كلمتي أولا بأن نقرأ إلى سيدنا ومولانا وقائدنا وقرة عيوننا محمد وإلى أرواح أمواتنا المسلمين وإلى أرواح مشايخنا وبالخصوص إلى شيخنا الإمام عبد الله الهروري وعلى نية تفريج الكروب وأن يخفف الله تعالى عن المظلومين في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى إخوانه النبيين وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. أمر عظيم يقر العيون ويسر القلوب وتعتز به النفوس أن يجتمع اليوم هذا الجمع الغفير بمختلف لغاته وألوانه فرحاً بولادة رسول الله، وشكراً لله تعالى على هذه النعمة العظمى. جاءوا جميعاً ليقولوا: نحن نحبك يا رسول الله، وتحت شعار حياتنا حب محمد. من في الأنام كأحمد ومثيله لم يوجد، فاصدح أخي بمدحه علنا بدون تردد. والله إن حياتنا حب النبي محمد. On this great occasion, many people gather from different backgrounds, languages and colors, out of their joy, out of their love for Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, to celebrate his birth and thank Allah for this great endowment. They all come together to say, we love you, O Messenger of Allah. We love you, O Muhammad, as a symbol of live loving Muhammad. جاءوا ليؤكدوا أن الإسلام دين عدل واعتدال، دين رحمة وإحسان، وهو دين محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء عليهم السلام. Muslims all around the world gather to make it clear that Islam is the religion of moderation, justice, mercy and kindness. It is the religion of Prophet Muhammad, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa and Isa and all the other prophets. إخوة الإيمان، عمل المولد يؤلف القلوب ويوحد الكلمة ويجدد
حب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم يبث فيه الشعور بالحب للنبي والميل إليه. This blessed event unites the hearts and voices and increases the love for Prophet Muhammad عليه السلام. لذا لا مانع شرعا من الاحتفال بذكرى مولد النبي، فهو عمل حسن مقبول يوافق الشريعة. وأما المشوشون الذين يكرهون عمل المولد ويصيحون بإنكاره فهم يشابهون إبليس الذي صاح ورن حزنا حين ولد النبي. إن أنكر المولد الميمون ذو سقم فشبهة القوم إن حققت تلبيس، إن أنكروه بتلبيس فلا عجب، فسابق القوم لما رن إبليس. Islam does not stop Muslims from celebrating the Prophet's birth. So do not listen to those who raise their voices, those who hate the Mawlid celebration and try to stop it. They are acting as Satan did in the past when he became angry, upset, and start screaming upon Prophet Muhammad's birth. وفي ختام كلمتي أحب أن أذكر لكم ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى قبل 1100 عام في بيان العقيدة الإسلامية التي كان عليها الرسول والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان. قال رحمه الله تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. I would like to finish my speech with the saying of Imam Abu Ja'far al-Tahawi, who died over 1100 years ago. He said, Allah Ta'ala is clear of all boundaries, extremes, sides, organs, and instruments. The six directions do not contain Him as they contain all created things, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala exists without a place, without a direction. هذه عقيدة جميع المسلمين، ودار الفتوى تؤكد عليكم التمسك بها والدفاع عنها، وأن تتزودوا بالعلم الشرعي من أهل العلم والمعرفة. What has been mentioned is a brief summary about the belief of all Muslims. In order to keep this true knowledge and protect it, Darul Fatwa reaffirms the importance of taking this correct knowledge from the qualified and true scholars of Islam. أسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بالخير والبركات. In the end, I ask Allah سبحانه وتعالى to gather us again for the next blessed Mawlid celebration. وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله.